ذات صلة، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها سؤالين تليهما مناقشة ولهما وحدة الموضوع. سؤالين مرتبطين بقطاع الشغل والإدماج المهني، يتعلق الأمر بالاستراتيجية وتدخلات هذا القطاع في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19. نستمع الآن إلى المراسلات الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة المجلس، مشكورة. شكراً سيد رئيس. توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية من فريق الأصالة والمعاصرة: مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31/08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/11/03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 18 فبراير 2011 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 19/10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. من فريق العدالة والتنمية: مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67/12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكر والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني، والقانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون التزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا جراء وباء كوفيد-19. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 27 أبريل إلى 4 مايو 2020 هي 29 سؤالا شفويا و201 سؤالا كتابيا. شكرا سيد رئيس. شكرا سيدة الأمينة. حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون، السادة الوزراء المحترمون، نشرع الآن في بسط سؤالين المدرجين بجدول الأعمال. السؤال الأول وهو سؤال لفرق الأغلبية، فليتفضل أحد النواب مشكورا لطرح السؤال. نعم السيد رئيس. لا ده نقصد نظام. السيد رئيس، فيما يخص الأجوبة التي توصل بها المجلس من الحكومة، نريد أن نثير انتباه المجلس والحكومة على أنه عدد مهم من المراسلات التي استوفت الأجل ولم نتوصل بالأجوبة، وخاصة أن السادة. شكرا. سجل. إذا سؤال الفرق الأغلبية، تفضلوا السيد الرئيس لطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس. السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد وزير التشغيل والإدماج المهني، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا على غرار باقي دول المعمور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقدمت عليها بلادنا، انتصب قطاع الشغل كأحدى القطاعات الرئيسية المتضررة من تأثيرات هذه الجائحة، وهو المجال الحيوي الذي يرتبط في نفس الوقت بالمعيش اليومي والجانب الاجتماعي وكذا بعجلة الاقتصاد الوطني، حيث طال الضرر العديد من الأجراء بسبب التدابير الأنفة الذكر. وقد بادرت الحكومة من خلال الآليات المحدثة بتوجيهات ملكية سامية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة بغية تخفيف وطأة تداعيات هذه الجائحة، سواء بالنسبة للمشغلين أو الأجراء على حد سواء. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الوضعية الحالية لقطاع الشغل وتداعيات جائحة كورونا عليه، وعن التدابير المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل في القطاعين المهيكل وغير المهيكل. ما هي نتائج استفادة الأجراء من التعويض عن فقدان الشغل بسبب هذه الجائحة؟ ثم ما هي المجهودات المبذولة لدعم المقاولات وخاصة الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة التي تضررت بفعل هذه الجائحة؟ شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. كلمة لأحد النواب عن فرق المعارضة والمجموعة في المعارضة دائما، تفضلوا سيد النائب المحترم. باسم فريق الأصالة والمعاصرة، فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذا الإطار ديال التعبئة الوطنية العامة التي دعا إليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، سعى
اتخذت بلادنا مجموعة من التدابير الاحترازية لحفظ السلامة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات، ووضعت جملة من إجراءات العملية لمحاصرة هذا الوباء الفتاك والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يشكل مبعث ارتياح لنا، تعزز بالانخراط الإيجابي لعموم المواطنين والمواطنات. وصل بذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن طبيعة التدابير العملية التي اتخذتها وزارتكم للتصدي لانتشار هذه الجائحة في الوحدات الإنتاجية والفضاءات المهنية، ومدى توفير وسائل الوقاية فيها لحماية العاملات والعمال، ودرجة التقييد بالتدابير الاحترازية المرسومة للحد من انتقال العدوى ومواكبة حالات توقف عن العمل وصيغورة تمكين المتوقفين من التعويضات المقررة لفائدتهم. سيد الوزير، كاين واحد الارتجال في هذه القضية بالضبط ديال التعويضات ديال العمال اللي توقفوا عن العمل، وهذا كيهدد الإجماع الوطني، فالشروط المجحفة. شكرا. دقيقة ونصف انتهت. السيد الوزير تفضلوا المنصة للإجابة على السؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس المحترم، السيد وزير الدولة المحترم، السيدة السادة النواب المحترمون، يسعدني أن ألتقي بمجلسكم الموقر مجددا للتفاعل مع أسئلتكم وانشغالاتكم والتداول في قضايا بلادنا المتعلقة أساسا بتدبير الأزمة ذات الصلة بجائحة كورونا كوفيد 19 من جانب مسؤولياتي واختصاصات قطاع الشغل والإدماج المهني، وكذا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في هذا الشأن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. السيدات والسادة، لقد عرضت هذه الجائحة العالمية جل دول المعمور لمخاطر جمة، إن على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أورد مرصد منظمة العمل الدولية في تقرير خاص بعنوان كوفيد 19 وعالم العمل صدر بتاريخ 29 أبريل 2020 أن نسبة العمال الذين يعيشون في الدول التي يوصى فيها أو أضحى إلزاميا إغلاق مقرات العمل فيها بلغ نسبة 68%، وهذه النسبة ترجعت بعد أن كانت في 81% بالنسبة بسبب عودة المقاولة للاشتغال في الصين بعد رفع إجراءات الإغلاق. كما أنه إلى غاية 22 أبريل 81% من المشتغلين و 66% من العمال المستقلين عبر العالم يعيشون في الدول التي يوصى فيها أو أضحى فيها إلزاما إغلاق مقرات العمل، مع تسجيل آثار وخيمة لذلك على الدخل وفرص الشغل، حيث تم إحصاء أكثر من 436 مليون مقاولة عبر العالم معرضة لمخاطر ولاضطرابات كبيرة. وباعتبارها من بين أكثر الفئات هشاشة في سوق الشغل، تأثر ما يقرب من 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير مهيكل عبر العالم بشكل كبير من تدابير الحجر الصحي أو العمل في القطاعات الأكثر تضرراً، وتشير التقديرات إلى أن الشهر الأول من الأزمة أدى إلى انخفاض دخل العمال في القطاع غير مهيكل في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بأكثر من 81%، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي المحدد في 60%. كما يتوقع التقرير أن يكون التراجع في ساعة العمل في الربع الثاني من سنة 2020 أسوأ بكثير من التقديرات السابقة، حيث من المتوقع أن يصل التراجع إلى 10.5% مقارنة مع بيانات الربع الرابع من سنة 2019، أي 305 مليون وظيفة بدوام كامل باعتبار 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما كانت توقعات مكتب العمل الدولي للتراجع في حدود 195 مليون وظيفة بدوام كامل. سيدات والسادة النواب المحترمون، منذ ظهور الآثار الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، صارعت الحكومة بتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة حفظه الله إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء في بلادنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأول الأولويات، حيث كنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستثنائية وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة التراب الوطني. وهي مناسبة أخرى أن نحيي فيها عاليا
جهود كافة الأطر المشتغلة سواء في مجال الصحة المدنية والعسكرية وباقي القطاعات العمومية، كما نحيي أيضا المستخدمين والأجراء في القطاع الخاص الذين اشتغلوا بكيفية استثنائية في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة. لقد كان لاختيارات بلادنا في هذا الشأن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية على الخصوص، ومن أجل التخفيف من تداعياتها أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وهو الصندوق الذي أقبل على المساهمة فيه جميع المغاربة بمؤسساتهم الرسمية وفي القطاع الخاص، بل وحتى المواطنين والمنتخبين وغيرهم. وقد اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، كما اتخذت مجموعة من القرارات لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل والتي تضررت بفعل تقلص أو توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا. فهكذا تم إقرار أولاً تخصيص تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود التكوين من أجل الإدماج المنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات والمصرح بهم لدى الصندوق المذكور برسم شهر فبراير 2020، ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020. مع تبسيط مصادر التصريح، هذا الإجراء تم مؤخرا مع تبسيط مصادر التصريح بحيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيا ابتداء من أبريل 2020. ثانيا، الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية أمو والتعويضات العائلية برسم نفس الفترة الزمنية بالنسبة للمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ثالثا، إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صرف لفائدة المأجورين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم في حدود 50% من الراتب الشهري الصافي المتوسط، كما أننا بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعفائه كذلك من وعاء الاشتراكات المعتمدة من قبل الصندوق. رابعا، تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة المشتغلين في القطاع غير المهيكل، حيث تم دعم الأسر المتضررة بمبالغ تتراوح بين 800 درهم و 1200 درهم للأسرة الواحدة حسب عدد أفرادها، وبلغ إجمالي الأسر المحددة للاستفادة مجموعه 4,300,000 أسرة. وكما تعلمون فقد أعدت الحكومة القانون رقم 25/20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والمنشور بالجدارة الرسمية بتاريخ 27 أفريل 2020 بعد استكماله لمسطرة التشريع. وحماية لحقوق الأجراء والمستخدمين، فقد حرص هذا القانون على التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة ما بين 15 مارس و 30 يونيو 2020 في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون 65/99 المتعلق بمدونة الشغل، مع احتساب فترة التوقف كمدد تأمين من أجل تخويل الأجراء الحقوق المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل، وتحويل هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر 26 يوما. كما صدقت الحكومة على المرسوم رقم 22331 بتطبيق القانون 2025 المذكور، والذي يحدد معايير وشروط اعتبار المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، والمنشور هو الآخر في الجريدة الرسمية ليوم 27 أبريل 2020. وقد تم تحديد هذه الشروط والمعايير فيما يلي: أولا، أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا، أو أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على أن لا يتعدى المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة 500 أجير. ثالثا،
نص المرسوم كذلك على أن المقاولات التي يتجاوز عدد الأجراء الذين سيتوقفون مؤقتا عن أعمالهم 500 فردا 500 أجير عن العمل أو في حالة انخفاض رقم أعمالها بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50% فإن الطالبات في هاتين الحالتين تعرض على لجنة مختصة لدراسة ملفاتها من أجل البت في مدى أحقيتها بالاستفادة. رابعا، أما بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر فبراير 2020 فتتم مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020 بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر مارس 2020. وحرصا من الحكومة على عدم استغلال الجائحة لتسريحات أو تجاوزات في حق الأجراء، نص مشروع المرسوم على تحديد بقرارات إدارية لوائح القطاعات والقطاعات الفرعية التي ليست في وضعية صعبة والملزمة بمواصلة الاشتغال. وقد صرحت برسم شهر مارس عبر البوابة الإلكترونية التي أحدثها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض 131,955 مقاولة من أصل 216,000 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020، أي بنسبة 61%، ما يعني أن مقاولتين من أصل 3 مقاولات تقريبا صرحت بتضررها من تداعيات كورونا، كما بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا والمصرح بهم والمشتغلين في المقاولة المذكورة أعلاه مؤقتا 808,199 أجير من أصل 1,600,000 أجير، أي أن أجيرا من أصل كل 3 أجراء توقف مؤقتا عن عمله خلال هذه المرحلة، بينما بلغت صريحة شهر أبريل ما يزيد عن 900,000 أجير مصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ينتمون إلى ما يزيد على 134,000 مقاولة. هذا يعطي صورة تقريبية عن حجم الضرر الذي أصاب المقاولة الوطنية والشغيلة جراء تداعيات هذه الأزمة. سيدات السادة النواب المحترمون، لقد اتخذت وزارة الشغل والإدماج المهني عدة إجراءات لمواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاصة لتفتيش الشغل بما في ذلك للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل بما في ذلك المؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة أو تلك المحتمل تأثرها بتداعيات جائحة كورونا، حيث تم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل مفتش الشغل للوقوف على مدى احترام المشغلين والأجراء للتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي هذا الوباء ومواكبتهم لتفعيلها مع اقتراح حلول تساعد على التخفيف من حدة الأزمة. وقد انصبت جهود مفتش الشغل على ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية من خلال تشجيع المشغلين على تمتيع الأجراء بعطل إدارية قبل أوانها أو منحهم رخص استثنائية وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقرات العمل والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل. وقد شملت الزيارة المنجزة لهذه الغاية خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 15 أبريل 2020 ما مجموعه 6761 مؤسسة. وفي هذا الصدد ومن أجل مساعدة الأجراء والمشغلين على الإحاطة بحقوقهم والتزاماتهم خلال هذه المرحلة أعدت الوزارة عدة دلائل تتضمن إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى دلائل أخرى تخص التدابير الاحترازية الواجب احترامها سواء بشكل عام أو تلك الخاصة ببعض المهن والوظائف داخل المقاولات. وقصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية عن ذلك، تم إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية. وفي نفس الإطار
تلفيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا. وتبعا لذلك تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللاممركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات. وخلال الأسبوعين الأخيرين أي منذ 15 أبريل تم إحداث لجان إقليمية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية على مستوى العمالة والأقاليم، وتضم ممثلين عن وزارة الصحة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، هناك ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، وممثلين عن المصالح الأمنية لمراقبة مدى احترام المقاولات التي لا زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء. وقد اعتمدت هذه اللجان على في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة بين وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة المذكورة أعلاه. وقد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة وكذا من طرف أعوان تفتيش الشغل برسم الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل 2020 ما مجموعه 2259 مقاولة. كما الإشارة أيضا خلال هذا الأسبوع تقريبا هنكون وصلنا 1500 ما يزيد على 1500 مقاولة تمت زيارتها خلال الأسبوع الأخير. كما أسفرت هذه العملية عن إصدار قرارات بإغلاق 10 مقاولات تشغل 9764 مستخدما بسبب عدم احترامها للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها. كما تم إحداث منصة هاتفية جديدة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني ألو 2233 خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات والشكايات للأجراء وأرباب وتلقي الشكايات بالنسبة للأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة وذلك بوضع رهن إشارتهم وطور الوزارة من مفتشين وأطباء ومهندسين، وذلك بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وسيتم إطلاقها رسميا ابتداء من يوم الغد إن شاء الله. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة الذي يصادف 28 أبريل من كل سنة والذي اختارت له منظمة العمل الدولية شعارا أوقفوا الجائحة السلام والصحة في مكان العمل يمكن أن ينقذ الأرواح، تم تنظيم ندوة علمية دولية توجيهية عبر تقنية التواصل عن بعد موضوعها تدابير الصحة والسلامة في أماكن العمل لمواجهة جائحة كوفيد كورونا، وقد عرفت تأطيرا من مستوى عالي من خبراء وطنيين ودوليين، وعرفت مشاركة العديد من المقاولات والهيئات النقابية المشتغلة في القطاع الخاص. سيدات السادة النواب المحترمون، اسمحوا لي في نهاية كلمتي هذه أن أغتنم الفرصة مرة أخرى لأخص بالشكر والتقدير أعوان تفتيش الشغل من مفتشين وأطباء ومهندسين وكذا مسؤولي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مسؤولي ومستخدمي المؤسسات العمومية الأخرى تحت وصاية الوزارة على ما يبذلونه من جهد استثنائي في هذه المرحلة الاستثنائية التي تعيشها بلادنا إلى جانب باقي الجهود الوطنية الهادفة لكسب رهان تخطي هذه الأزمة بنجاح تحت القيادة المتبصرة صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. نمر الآن للمناقشة ونبدأ بتدخل لأحد النواب أو النائبات عن فريق العدالة والتنمية في انتظار تعقيم المنصة. أطلب من سيد النائب المحترم عن العدالة والتنمية، تفضلوا سيد النائب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس المحترم، سيدة الوزيران المحترمان، سيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتقدم بهذه المداخلة باسم فريق العدالة والتنمية. بداية نعتز بما قام به بلدنا بجميع مؤسساته وعلى كافة المستويات، إن على المستوى التشريعي، يعني على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى المصرفي وغير ذلك المستويات. كما نفتخر بالسياسة الاستباقية والاستشرافية اللي جعلت من الأولويات ديالها الصحة ديال المواطنين. كما نعتز المجتمع المغربي بجميع فئاته اللي تعامل واحد التعامل تضامني حضاري مع هذا الوباء هذا. وهذا كله اللي هذا كله يعني دفع ببلادنا باش تتحكم في هذا الوباء، وهذا ما تؤكده الأرقام المتداولة في الأيام الأخيرة. السيد الوزير، نتمين ما جاء في مداخلتكم ونشير بالإجراءات التي تم اعتمادها من طرف الحكومة، وهي إجراءات لفائدة الأجراء، وهناك إجراءات لفائدة المقاولات، وهناك إجراءات أخرى لصالح الناس الذين يشتغلون في القطاع الغير المهيكل. بالنسبة للتدابير لفائدة الأجراء، يعني الاستفادة ديالهم من التعويض الشهري ديال 2000 درهم، وهذا التعويض تضاف إليه التعويضات العائلية والاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية للمرض. أيضا القانون 25-20 اعتبر أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، وبالتالي فتظل علاقة تعاقدية بين المشغل والأجير قائمة. هذا يعني أن الأجير سيستفيد من جميع حقوقه، كما أنه لو كان يعني مزاولا لعمله، ومنها احتساب النقاط ديال التقاعد. بالنسبة للتدابير لفائدة المقاولات، ولا سيما منها المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا التي تواجه صعوبات والتي عرف نشاطها تعثرا كبيرا، بالإضافة إلى الدعم الموجه للمأجورين ديال هذه المقاولات قصد الحفاظ على مناصب الشغل، فالحكومة اتخذت تدابير أخرى لفائدتها، منها تخفيف عبء المستحقات، دعم مالية المقاولات، دعم الاستثمار، ثم تيسير الولوج للصفقات. كما أن القانون 25-20 منح المشغل امتياز تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق، بمعنى أن شرط الأداء المسبق لهذه الاشتراكات كي يستفيد الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض أصبح معلقا. أيضا بالنسبة للمشغل الذي أوقف عن العمل مجموعة من الأجراء وخلى مجموعة أخرى تشتغل، فإذا لم يكن لديه القدرة على أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي، فالقانون أعطى إمكانية تأجيل أداء هذه الاشتراكات دون أداء دائرة التأخير. سيد الوزير، هذا الشيء كله إيجابي، ولكن مع بداية التنفيذ ديال القانون وديال المرسوم فظهرت بعض المشاكل، فأذكر يعني بعضها. هناك أشخاص اللي عندهم رقم ديال تسجيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن انقطعت الصلة بينهم وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة، وبالتالي فهم ما يمكنش لهم يستفدوا من الدعم ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن ما توفرش فيهم الشروط المطلوبة، ما يمكنش يستفدوا من الدعم ديال راميد لأن عندهم رقم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يمكنش يستفدوا من الفئة الثالثة. فرجاء سيد الوزير، أنتم وزملاؤكم كلهم فيما يعني القول في حل لهذا الإشكال، ولما لا بالتعاون مع إشراك يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الملاحظة الثانية، أن هناك أجراء مصرح بهم باستمرار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن وقع لهم مرض في شهر يناير وفبراير، أو سيدة مشات خرجت تولد في هذه الفترة، هذه هؤلاء لم يصرح بهم المشغل في شهر فبراير، لأنهم كانوا يستفيدون من التعويضات اليومية عن المرض أو التعويضات اليومية على الأمومة. والقانون يقول أن هذه الفترات هي فترات تأمين، بمعنى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كتصريح بالأجر. إذن هؤلاء يجب أن يستفيدوا من التعويض مثل زملائهم المتوقفين عن العمل لما تنتهي الفترة ديال العطلات المرضية ديالهم.
الملاحظة الثالثة أن هناك بعض الشركات اللي توقفت عن العمل بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية لأن ظروف العمل لم تعد ممكنة، ولكن بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون 25/20 ستفاجأ بأن التعويض لن يكون باعتبار التوقف عن الشغل وتوقف الأجر، بل اعتبارا لنشاط المقاولة المشغلة. وهكذا فإن البعض سيستفيد والبعض لن يستفيد من التعويض وهم موقوفون عن العمل معا فقط لانتساب المقاولة المشغلة إلى قطاع معين. لذا نطلب من الحكومة تراجع عن هذا التمييز حفاظا على جو الثقة السائر في التعافي والإبقاء على معيار انخفاض رقم المعاملات فقط. طبعا ما تنتكلموش هنا على القطاعات الحيوية التي لا يمكن لها أن تتوقف اعتبارا لمصلحة البلاد، ولكن هذو شركات أخرى يعني جات في اللائحة السلبية في المرسوم التطبيقي ديال القانون 25/20. إذن شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم. جاء الوقت أعطي الكلمة دائما في مناقشة استراتيجية تدخلات قطاع الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتضامن لجائحة كورونا كوفيد 19 لفريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة بعد تعقيم المنصة بطبيعة الحال. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، سيد وزير الدولة المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمين. نناقش هذا الموضوع اليوم وشغيلة المغربية تحتفل بعيدها الأممي في ظروف استثنائية جدا عرفتها بعد جائحة كورونا، كانت لديها انعكاسات جد سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لهذه الطبقة الشغيلة. بالاستماع لمداخلتكم سيد الوزير بتمعن كنلاحظوا أن هناك واحد الواقع الذي نواجهه دولة ومجتمعا مطروح علينا، يطرح علينا العديد من التحديات اليوم. لكن سيد الوزير بلغة الأرقام تلقوا بأن عدد المقاولات التي تمت توقيف ديالها هو ثلث العدد الإجمالي لهذه المقاولات. سيد الوزير اليوم السؤال كيحن بشكل مباشر، لماذا هذه المقاولات لم تصمد طويلا أمام هذه الإجراءات اللي دارتها الوزارة ديالكم ولا الإجراءات اللي دارتها لجنة اليقظة؟ لماذا هذه الآلة الإدارية ديال وزارة التشغيل لم تكن تسير السرعة اللي جات بها الإجراءات ولا الصندوق الذي تم إحداثه؟ هناك واحد البطء كبير في وزارتكم في التعاطي مع هذا الموضوع سيد الوزير. اليوم نتحدث عن 89% من المقاولات الفندقية والمطاعم أقفلت، 76 من شركات القطاع النسيج كذلك أقفلت، 73 من المقاولات توقفت، هذه المقاولات ديال القطاع الصناعية والمعدنية والميكانيكية، ثلثي مقاولات البناء توقفت، 83% من العدد الإجمالي للمقاولات الصغيرة توقفت، الإفلاس ديال المقاولات اللي مرتقبة يرتفع بعدد 11% سيد الوزير. هذا الواقع المزري الذي تعيشه المقاولات كيعطينا بشكل مباشر نتيجة مباشرة اللي هي ارتفاع عدد البطالة. معدل البطالة سيد الوزير سيقفز من 9.2% السنة الحالية إلى 12.5%. هذا ما كان نتحدث على البطالة اللي كاينة في العالم القروي، للجفاف اليوم ينخر هذا العالم القروي الواقع ديالو. كذلك النسبة ديال الفلاحين المؤمنين ما مضبوطاش، هاد الفلاحين المؤمنين سيد الوزير إلا هضرنا على إلا احتسبنا هاد البطالة الحقيقية اللي كاينة في العالم القروي كنظن سيد الوزير غنلحقوا حسن 40%. عدد المستخدمين الذي تم تسريحهم بالقطاع المنظم 726,000 عامل سيد الوزير، 30% من الأسر المغربية عرفت تدهورا في مستوى معيشتها. عدد الفقراء يرتفع بحوالي 300,000 فرد. عدد المواطنين الذين يعيشون الهشاشة سيد الوزير اليوم يرتفع بحوالي 1,000,000 فرد إضافي.
هذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول مدى قدرة صندوق التضامن على معالجة كل هذه الأعطاب والمشاكل، ومدى قدرة تحصيل مالية هذا الصندوق من أي غش أو تضليل أو تحايل قد يطال هذا الصندوق. سيد الوزير، الحقيقة اليوم نحن بحاجة إلى الرجوع إلى المعطيات لنثبت لكم أن نسبة البطالة اليوم وعدد مناصب الشغل في القطاع المنظم وعدد المواطنين الذين سقطوا في الهشاشة في ارتفاع، وأن صندوق محاربة الجائحة عليه أن يساعد 4 ملايين من المواطنين بدون عمل محسوبين على الرميد، و 900,000 طالب مساعدة من العمال ومستخدمين المقابلات المتوصل بها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي. سيد الوزير، اليوم نحن كمعارضة تساهم بقدر الإمكان في إيجاد حلول لزمن ما بعد كورونا. اليوم الحديث ماشي فقط نهضر على الكورونا وكيفاش نواجهها، عندنا تحديات كبيرة سيد وزير سنعرفها بعد زمن كورونا، خصوصا في المجال الاقتصادي. نتساءل معكم سيد الوزير إلى مدى ضرورة هاد الصفوف الأمامية اللي كاينين اللي كيواجهوا الجائحة من أطباء ممرضين والقطاعات كلها اللي كتواجه هاد الجائحة، لما لا يتم اعتبار هذه الحوادث أثناء إصابتهم بمرض كورونا وهم يزاولون هذه المهنة حوادث شغل أو حوادث مهنية؟ ضرورة الإدماج المباشر لما بعد زمن كورونا للمتعاقدين اليوم، سواء المتعاقدين في النظام اللي يجب إدماجهم في المجال للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أو في النظام الأساسي للتعليم. ضرورة كذلك إعادة النظر في الوضعية الحقيقية اللي كيعيشوها المتقاعدين في البلاد. سيد الوزير، الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أمام ارتفاع العدد الكبير ديال المقاولات التي تغلق أبوابها، وإغلاق الأبواب بهذه المقاولات يحلنا بشكل مباشر على مئات المستخدمين والعمال بهذه المقاولات اللي كيعيشوا بشكل يومي على العمل ديالهم اليومي، ما عندهمش دخل قام. وكنظن سيد الوزير هذيك 800 درهم ولا 1000 درهم ولا 1200 درهم ما يمكنناش تعيل أسرة وخا تكون مكونة غير من الفردين أو 3 أفراد. سيد الوزير، خصنا نفكروا بشكل جماعي وبشكل هادئ في الوضعية الحقيقية لهاد الفئة. اليوم سيد الوزير، قرار إعادة فتح بعض المعامل، خصوصا هنا كنهضروا على معامل تصبير السمك والنموذج كان عندنا في مدينة العرائش، مدينة طنجة، مدينة الدار البيضاء. هذا القرار سيد الوزير نتحمل فيه المسؤولية كاملة، وتتحملون فيه المسؤولية سيد الوزير، لأنه ممكن أنها تكون بؤر جديدة سنعيد فتحها، ونحن الطاقة الصحية ديالنا لا تستوعب هذا القرار. لذلك سيد الوزير نرجع نتمنى أن تفكروا بشكل منطقي وتفكروا في المصلحة ديال العاملات والعمال في غياب ظروف السلامة الصحية داخل هذه المعامل، وحنا عشنا تجربة ديال مدينة العريش والمدن اللي ذكرتها السيد الوزير. نتساءل معكم كذلك سيد الوزير عن غياب تمثيلية ديال المؤسسات الاجتماعية، وهنا كنهضر على النقابات داخل اللجنة ديال اليقظة. علاش كنلقاو الباترونا وما كنجبروش النقابات كذلك؟ سيد الوزير، ما بعد زمن كورونا سيتطلب منا مجهود جماعي من كل من موقعه لنتجاوز هذا الوضع الحرج اللي كنعيشوه. يجب أن نعتمد أساسا على قيم المبادئ وحقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية، ونوفر الحماية الاجتماعية لكل مواطنات والمواطنين، والأمن الغذائي والأمن الصحي للتخفيف من هذا الاستقرار الجماعي. سيدة النائبة المحترمة، انتهى الوقت. أعطي كلمة لفريق التجمع الدستوري سيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيد وزير الدولة، السيدات والسادة النواب. في البداية لابد أن نعبر نحن كفريق التجمع الدستوري وباسمي كذلك عن الفخر والاعتزاز الذي عبر أو الإجماع الوطني الذي عبر عنه المغاربة كافة والقوى الحية، وكذلك عن ما نعيشه عن هذه الفترة طبعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كذلك بهذه المناسبة لن تفوتنا الفرصة دون أن نقدم جزيل الشكر والامتنان وتحية تقدير وإجلال لعمالنا وعاملتنا بمناسبة العيد الأممي
الذي احتفلنا به أو خلدناه جميعا هذه السنة افتراضيا وفي ظروف استثنائية، طبعا بسبب أزمة كورونا التي ألزمتنا جميعا بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت عوضناه بالتقارب العائلي وبالتماسك الاجتماعي. نستغلها كذلك فرصة لنشيد بجهود الأطقم الطبية والصحية، منها المدنية والعسكرية، وكذلك القوات الأمن والسلطات العمومية بمختلف درجاتهم وعمال النظافة وكل الموظفين والمستخدمين والمقاولين على كل المجهودات التي قاموا بها خلال هذه الفترة، وكذلك المواطنين والمواطنات الذين ساهموا والذين ما زالوا يساهمون في هذه الجائحة. سيد الوزير المحترم، لقد استمعت بإمعان لعرضكم أو لجوابكم عن السؤال. نحن في هذا التعقيب لن نسائلكم عن الأرقام ولن نسائلكم عن الإنجازات، ولكننا سنسائلكم السيد الوزير عما يمكن أن تقومون به في هذه الفترة الحرجة، ومن مخططات واستراتيجيات يمكن اعتمادها في قطاعكم الحيوي والهام للخروج بمغربنا الحبيب، وخاصة بقطاع التشغيل، بالخروج يعني خروجا صحيا، خروجا جيدا لن يكون فيه لا ضرر ولا ضرر لجميع العمال ولكل الأجراء والأجيرات. سيد الوزير المحترم، أنتم تشرفون على قطاع جد مهم ومهم جدا، وتدبرونه في ظروف فيروس كوفيد 19 وتداعياته الاجتماعية. نذكركم السيد الوزير ببرنامج التعويض عن الشغل الذي يدبره طبعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا البرنامج السيد الوزير نرى أنه لم يجد طريقه الصحيح منذ البداية، نظرا لضعف النتائج التي حصل عليها، وكذلك لهزيلة الحصيلة أو هزالة الحصيلة منه. لماذا؟ هناك تعقيدات في شروط الحصول على هذه التعويضات. للأسف الشديد خلال هذه الفترة الحرجة لم يتمكن مجموعة من العمال والعاملات من الحصول على الدعم المادي المصروف لهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، بمن فيهم العمال والعاملات المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، نظرا ذلك الشرط المحرج والموجود في هذا برنامج التعويض عن الشغل اللي كيتحدد بالتصريح في شهر فبراير. الناس اللي ما صرحوش في هذا الشهر هذا يعني حرموا من الاستفادة، ومنهم مجموعة من العمال والعاملات. هذا يعني أن تأثر واحد المجموعة الفئات بأزمة الوظائف أكثر من غيرها سيؤدي حتما إلى تفاقم البطالة. وكذلك الهشاشة، وصرحتم في أحد تصريحاتكم عندما سئلتم عن السجل الاجتماعي قلتم بأن وليد كيضم فئة عريضة من الناس اللي كتعاني من الهشاشة والتي ليس لها أي دخل، قلتم بأنه حتى نكونوا في ظروف طبيعية. هل سنترك هؤلاء الناس يعيشوا هشاشة أكثر مما هي، خاصة في هذه الفترة الحرجة؟ أذكر السيد الوزير المحترم أن النساء أكثر الفئات تضررن من أزمة كورونا، مما سيزيد من توسيع آفة البطالة في صفوفهن وخسارة مواردهن وتفاقم أوضاعهن الاقتصادي والاجتماعي الصعبة. فعلى الحكومة أن تكون جادة في إيجاد إجراءات وتدابير مهمة لكل الفئات دون غيرها. سيد الوزير، بخصوص مواكبة الأجراء والمقاولات في هذه الظرفية الدقيقة، فإن قطاع الشغل بصفة عامة يتوفر على جهازين مهمين، جهاز التفتيش وجهاز وطب الشغل، يفترض أن يلعب دورا مهما، وفعلا ظهر الدور الأساسي اللي كتلعبوا مفتشية التفتيش في هذا، وتطرقت له في العرض ديالكم. نود أن نثير انتباهكم السيد الوزير المحترم إلى إثارة الانتباه إلى البعد التكنولوجي الرقمي وأداة العمل عن بعد. هذا البعد اليوم بينا على أنه أصبح ضرورة ولم يعد اختيارا، وعلى الحكومة أن تفكر جادة في استثماره مستقبلا. لماذا؟ لأن هذا المعطى الجديد أصبح مكسبا في سوق الشغل بالعمل عن بعد، توفير التنقل والطاقة والحفاظ على البيئة
والسرعة كذلك في الأداء وتجاوز المعاملات والروتين الإداري المنتج لظروف الرشوة والفساد. إلا أن هذا البعد الرقمي طبعا يحتاج إلى إطارين القانوني والتنظيمي الملائمين، وهناك يجي الدور للحكومة باش تفكر جدا كما قلت باش تستثمروا. السيد الوزير المحترم، كنعرفوا جميع بأن أزمة فيروس كورونا كشفت على إمكانيات وقدرات اجتماعية خارقة وفردية في المجتمع المغربي. انتهى الوقت سيدة النائبة المحترمة، شكرا لكم. أعطي الكلمة يعني المعارضة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تفضلوا سيد نائب محترم. مشكورين من مكانك، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد رئيس، سيد الوزير، سيد وزير الدولة، في الفريق، نحن في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. في البداية لابد من التذكير بأننا نجتاز امتحانا عسيرا في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والتضامنية. امتحانا يتمثل في مدى قدرتنا وإرادتنا لتجسيد قيم المواطنة الحقة لمواجهة هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها البلاد، وتجاوز الإكراهات والتحديات والتداعيات المطروحة، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل العلمي للدستور. علينا كذلك أن نستحضر التوجيهات الملكية السامية السديدة التي أطرت وواكبت الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، والتي تجسد بحق القيم التضامنية والروح الوطنية الصادقة المتمثلة في إحداث صندوق خاص بجائحة كورونا لمواجهة هذه الجائحة بمخاطرها وتداعياتها بأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل مكانة المواطن المغربي فوق كل اعتبار لحماية صحته والحفاظ على حياته وسلامته وتلبية حاجيته وصيانة كرامته. في هذا الإطار اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير المواكبة لتداعيات الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها أساساً دعم المقاولات المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ. نحن في الفريق الاستقلالي نطالبكم السيد الوزير الإعلان فوراً عن أسماء هذه المقاولات التي استفادت من هذا الصندوق لكي نطمئن الرأي العام الوطني، ولكي نطبق المبدأ الدستوري للوصول إلى المعلومة. كذلك أن هذه الوضعية أخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجيهات العامة للدولة واختياراتها، كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط من خلال أرقام لا تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد، عندما نجد أن أكثر من 157 ألف مقاولة أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة، 630 بشكل نهائي، وأن 27% من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة، غالبيتها من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، أي ما يعادل أكثر من 20%. إن هذه الوضعية التي تدعو للقلق تسائل الحكومة عما إذا كانت قد وضعت مخططاً استعجالياً لتجاوز هذه الأزمة التي لا تخفى أثارها السلبية على السلم الاجتماعي. كذلك كيف تعاملت الحكومة مع المقاولات التي لم تراعي البعد التضامني الذي تقتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة؟ ما هي كذلك الإجراءات المتخذة بالنسبة للتشغيل الذاتي الذي يبقى المتضرر الأكبر من تداعيات حالة الطوارئ الصحية؟ كذلك ما هي الإجراءات المتخذة بالنسبة للمقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادرة على مواجهتها، حيث يكون مآلها الإفلاس إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذها؟ أكثر من هذا سيد الوزير، أن جزء كبير من الشركات والمقاولات المغربية فهي تعاني بتأخر الأداءات
ورغم دورية وزير الاقتصاد المالية في هذا الشأن، عليكم أن تبحثوا على كيفية أداء هذه المقاولات، فهي تعاني وهذا يؤثر على مستخدميها، فهي تعجز عجزا تاما عن أداء المستخدمين فيها. كذلك نسائلكم، ما هي الوضعية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في المناطق الحرة، وما هي الإجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بها؟ كذلك بالنسبة للقطاع غير المهيكل، فإن هذا الوضع الاستثنائي يجب أن يشكل مدخلا لتأهيله حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية العادية. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لإصلاح هذا القطاع الذي يشغل أكثر من 3 ملايين من الساكنة؟ وهنا غنفتح هذا القوس سيد الوزير ونقول لكم بكل أسف أننا الصناع التقليديين والحرفيين والفلاح الصغار فهما كيعانيوا سيد الوزير، كيعانيوا رغم الدعم ديال الدولة من الصندوق ديال جائحة كورونا، فهما مازال كيعانيوا، لأن هذا الموسم بالنسبة لهاد الصناع التقليديين موسم ديال شهر رمضان، وشهر رمضان الأبرار كان مناسبة باش كيخلقوا واحد الرواج كبير. للأسف الشديد اليوم الكل يعاني ويعاني في الصمت. كذلك هل لدى الحكومة خطة محددة الأهداف والآليات لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا وأثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والتخفيف من أزمة البطالة؟ أي دور للأبناك في تجاوز تداعيات جائحة كورونا ودعم المقاولات المتضررة بعدما أبنت عن تخليها عن مسؤولياتها في ظل الوضع الاستثنائي؟ وأخيرا، هل لدى الحكومة مخطط استعجالي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد حالة الطوارئ الصحية؟ هذا هو الأمل سيد الوزير، خصكم تركزوا عليه كثير كثير، لأن اليوم خصنا ما بعد كورونا. سيد نائب محترم، انتهت وقيت، أمر إلى المداخلة الموالية الفريق الحركي. تفضلوا سيد نائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيدين الوزيرين، حضرات السيدات والسادة. أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي تفاعلاً مع العرض الذي تقدم به السيد وزير الشغل في هذه الجلسة الدستورية، والذي استعرض فيه مختلف الخطوات التي قامت بها الحكومة في المجال الاجتماعي بصفة عامة. ونعتقد بأن الشغل بطبعه الأفقي يشكل دائما الهاجس الأكبر ضمن السياسات العمومية باعتباره غاية ومنتهى ما تسعى إليه هذه السياسات، ولكنه يبدو اليوم أكثر إلحاحا في ظل جائحة كورونا وفي ظل الأزمة العالمية والأزمة الوطنية التي أثرت بشكل كبير وغير مسبوق في حركية الشغل، سواء على مستوى القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل أو باقي المهن والحرف. سيد الرئيس، لا يمكننا أن ندعي جزافا بأن الإجراءات المتخذة لم تكن في مستوى الأزمة وتحدياتها، ولا يمكننا الادعاء بأن الحكومة قصرت في هذا الجانب أو ذاك، بل إن الموضوعية تحتم القول بأن كل التدابير والإجراءات الاستباقية والاستثنائية التي اتخذتها بلادنا كانت بمقاربة شمولية وبمنظور جامع من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية التي تحققت داخلها التقائية مجموعة من السياسات القطاعية. شاكرين لهذه اللجنة تفاعلها مع كل الملاحظات والاقتراحات، وضمنها ما سبق أن تقدمنا به كفريق حركي عبر الآلية المتاحة دستوريا. كما أنتهز الفرصة لأجدد الشكر لكل جنود الخفاء والعلن الذين يتصدون لهذه الجائحة بروح وطنية عالية من كل المواقع، ومن ضمنهم أطر وزارة الشغل الذين يقومون بعمل ميداني مهم. السيد الرئيس، السيد الوزير، أكيد أن تداعيات هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ستكون ممتدة في الزمان متجاوزة فترة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار يطرح التساؤل حول منظور الحكومة لآفاق الشغل بالمغرب، وماذا أعدت الحكومة لتطويق البطالة التي من المحتمل أن تتجاوز التوقعات؟ كيف سنؤسس لرؤية جديدة لخلق دينامية في عالم الشغل؟ نعتقد بأن فترة الطوارئ الصحية تعتبر مرحلة أولى في تدبير الأزمة، ترتبت عنها نتائج كانت نسبيا في مستوى الإكراه الظرفي الغير متوقع، لكن الأهم في تقديرنا هو مخرجات ما بعد الجائحة
وهو الورش الذي يتعين أن ينكب عليه الجميع من منطلق استباقي وتشاركي. سيد رئيس، سيد الوزير، حتى لا أنسى اسمحوا لي باسم الفريق الحركي أن أتوجه بالتحية والتقدير للشغيلة المغربية ونحن في غمرة الاحتفال بالعيد الأممي للعمال الذي تصادف هذه السنة مع هذه الجائحة. فقد أكدت هذه الشغيلة كما هو معهود فيها دائما على تعبئتها وانصهارها في المجهود الجماعي بوطنية عالية رغم الإكراهات والمعاناة والمشاكل، كما نوجه التحية لكل المقاولة المواطنة. وعلاقة بما تقدم أود أن أدلي باسم الفريق ببعض الملاحظات والاقتراحات التالية. أولاً، ضرورة المواكبة المستمرة للمقاولة الوطنية بمختلف أصنافها باعتبارها من جهة قطاعاً مشغلاً ونظراً من جهة أخرى لدورها الأساسي في النسيج الاقتصادي الوطني. وبالتالي فإن المطلوب هو تسهيل الوصول إلى التمويل من أجل إعادة إحياء نشاط المقاولات وتعليق أداء الضرائب وتمديد أجل التصريحات الجبائية وأداء الاشتراك بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلغاء جميع دعائر التأخير. كما نطالب بأن تصرف الدولة للمقاولات المستحقة العالقة في ذمتها، مشيرين إلى بعض العراقيل المسطرية، حيث أن هذا الاستخلاص مشروط بتوقيع الكشف من طرف مكاتب الدراسات التي لا تشتغل بدورها حاليا بسبب الحجر الصحي، وبالتالي يتعين تسهيل الإجراءات للحفاظ على حياة المقاولة. ثانيا، وضع حد للتعقيدات المتعلقة بالتمويل البنكي بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا وبالنسبة للمقاولين الذاتيين. ثالثا، لابد من استحضار العديد من فئات المجتمع المغربي الذين توقفت عن الشغل مؤقتا بفعل حالة الطوارئ الصحية. رابعا، نطالب بإخراج القوانين العالقة وتحييل القوانين المتجاوزة لا سيما في علاقتها بالشغل، وضمنها مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات والمكتسبات لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. كما نقترح تفكير مستقبلا في قانون للتعويض عن البطالة. سادسا، لا بد من استحضار ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية وخاصة الفلاحين ومربي الماشية الذين تضاعفت معاناتهم بفعل الجائحة والجفاف وكذا الإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي. فلا بد من ابتكار حلول مبتكرة وعاجلة لتسويق ماشيتهم التي تعتبر مصدر عيشهم الوحيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وطمأنة الذين استثمروا في الكسب لبيعه في موسم عيد الأضحى. لا بد أن نطالب أيضا بإعفاء مكتري الأملاك المخزنية والبلدية والمأدونيات طيلة مدة الجائحة على غرار قرار صاحب الجلالة بإعفاء مكتري الأملاك الحبسية. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، أختم بالتذكير بأمرين. يتعلق الأول بالحرص على معايير وشروط السلامة والصحة التجمعات المهنية لا سيما بعد ظهور بؤر مهنية متعددة، والثاني يتعلق بالمواكبة النفسية للعمال والأجراء وتبديد مخاوفهم وتوجساتهم بخصوص المستقبل، آملين ألا تطول الأزمة وتعود الأمور إلى نصابها. ولا شك أنه بفضل تكاتفنا وتلاحمنا واستمرار تضامننا سننتصر حتما في هذه المعركة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد نائب محترم. أعطي الكلمة للفريق الاشتراكي، تفضلوا سيدة النائبة المحترمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا تناقشوا هذا الواقع اللي هو صعيب بزاف لتتعيشوا الشغيلة المغربية ولتعيشوا الأجراء والأجيرات المغربيات اليوم في زمن الكورونا. تنتمنى على أن هذا الزمن ينتهي على خير وأن بلادنا ترجع كيف ما كانت، وتنتمنى الإنسانية على أن تنتصر على هذا الوباء. اليوم احنا تناقشوا هذا الموضوع، نستحضروا الآلاف من المناصب الشغل اللي توقفت اليوم وتنستحضروا الآلاف من المغاربة اللي ضاعوا في جزء من القوت اليومي ديالهم أو لا، ليضطروا على أنه يتوقف العمل ديالهم بشكل كبير. ونستحضر أيضا تحايل الكبير والمتضخم اللي قامت به مجموعة من المقاولات المغربية من أجل الاستفادة من هذه الامتيازات اللي دارتها لجنة اليقظة في إطار محاربة تداعيات صندوق كورونا. وهنا أحيل على التصريح سيد الوزير بخصوص
المدارس الخاصة اللي تصرحات بمجموعة من الأطر ديالها على أنها متوقفة عن العمل. وهنا تنطرح سؤال على السيد الوزير، وهي شنو هي التدابير باش يمكن اللي قمتوا بها أو اللي غادي تقوموا بها باش نوقفوا هاد حالات ديال التحايل؟ وهل هو الأمر تيوصل تيقيس قطاعات أخرى من غير القطاع ديال التعليم الخاص؟ وأنا أعتقد على أنه قطاعات أخرى أيضا تهي عرفت نفس الحالة. أنه هو نستحضر أيضا اليوم الأزمة والوضعية الاجتماعية الصعبة اللي تعيشوها آلاف المغاربة اللي تشتغلوا في القطاع الغير المهيكل، المياومين، الطباخة، اللي خدامين في الحمام، اللي تبيعوا وشريوا، اللي السباكة، النجارة، مجموعة من المغاربة اللي تعيشوا في القطاع غير المهيكل، واللي قينا لهم حل بسيط جدا هو أنهم يستافدوا إذا كانت عندهم الغامض من التعويضات ديال التضامن ديال الصندوق، ولا ما كانش عندهم الغامض من نفس التعويض. بغيت اليوم نطرحوا سؤال كبير، هو إلى أي إلى متى سنظل في التعامل مع هذا القطاع بهذه الطريقة؟ إلى متى سنظل غافلين أن هذا القطاع خصو يتهيكل وخصو يتنظم وخصو الحماية الاجتماعية، وأن المغاربة اللي تيشتغلوا في القطاعات الغير المهيكلة واللي مضرة للدخل خصها تنظم؟ ما يمكنش يستمروا الناس اللي خدامين في الحمامات مثلا التقليدية بدون لا سانيتيس بدون حماية اجتماعية، يستمروا الناس اللي خدامين في المقاهي بدون حماية اجتماعية وبدون تغطية صحية، وفي الكثير من القطاعات بنفس الامر. هذا الشيء غير ممكن. سيد الوزير، وحنا تنعيشوا تداعيات كورونا اكتشفنا واحد جوج نوع من المقاولات المغربيه، مقاولات اصيله صرحات على انها غادي تستمر في ضمان القوت اليومي للمغاربه اللي خدامين معاها وغادي تقدم الاجور ديالهم، ومقاولات بين قوسين عبرت فعلا عن شكل التضامن اللي بغى اللي هو انها اضطرت انها تقول تنقص الناس 50% من الاجور ديالها ولا تصيفطهم لا سانيسيس، في استغلال بشع وجشع لما ادى في القانون لما ادى في مدونات الشغل، وفي استغلال جشع ويعني صعب واسود لهذه المساله ديال التضامن مع لا سانيسيس. هاد المقاولات شنو الاجراءات اللي غادي نديروه تجاههم؟ كيفاش يمكن لنا نحميو المغربي والمغربيه اللي تخدم في القطاع الخاص من مثل هذه التصرفات الغير مسؤوله والغير الوطنيه؟ هذا من جانب. من جانب اخر سيد الوزير، تنعرفوا على ان اليوم هذه ازمه مستجده علينا، جديده علينا كمغاربه، كيفاش يمكن لنا اننا نتجاوزوها؟ وهنا تنطرحوا حنا واحد ثلاثه المسالك تنعتبروها اساسيه ومهمه في الفريق الاشتراكي من اجل اننا نتعاونوا كاملين في ايجاد الحلول المهمه باش يمكن نطوروا هذا المجال كامل. المسلك الاول هو ارساء مناخ الثقه القادر على اعاده ادماج كل هاد الناس اللي فقدوا العمل ديالهم في سوق الشغل وفي العجله الاقتصاديه. المسلك الثاني التفكير المختلف في القطاع الغير مهيكل من خلال توفير الحمايه الاجتماعيه ولوج هاد الناس اللي تيشتغلوا في القطاع الغير مهيكل للتكوين، وبالتالي هاد التكوين يأهلهم انهم يحسنوا من المداخل ديالهم. ثالثا إزالة الحواجز أمام خلق فرص الشغل لائقة، بمعنى أنه اليوم تنعتبر هذه الثلاث المسالك أساسية ومهمة باش يمكن لنا نجاوبوا على كل هذا التحايل، هذا الاستغلال البشع لهذه الأزمة، نجاوبوا على هذا التحايل على القانون، ونجاوبوا أكثر من هكا على المغرب اللي بغيناه، مغرب تيضمن الحماية الاجتماعية العاملين والعاملات والأجيرين والأجيرات اللي كاينين فيه والمواطنين ديالو، مغرب تيضمن التساوي وتكافؤ الفرص بين الناس اللي تيخدموا في القطاع العام والناس اللي تيخدموا في القطاع الخاص، ومغرب أكثر من هكا تيضمن الكرامة للمواطنين والمواطنات ديالو. طبعا حنا قدمنا هاد الثلاث المقترحات، ولكن كاينه مقترحات اخرى يمكننا نشتغلوا عليها مستقبلا. تنعتبروا على انه الازمه الناتجه عن الشغل ماشي ازمه وزاره فقط، هي ازمتنا كاملين كبلاد. وهنا اتساءل عن الشريك اللي هو عضو في لجنه القياده الاقتصاديه هو لا سي جي ام، شنو الدور ديالها؟ وانا تنسمع قبل وزير اخر تيقول انا كنت رئيس ديال لا سي جي ام وتنعرف شنو التلاعبات اللي تيديروا. هنا اليوم خصنا نكونوا واضحين، يا إما مقاولة مواطنة بتحترم القوانين اللي كاينة في بلادنا، يا إما خاص ترتيب الجزاءات على كل المخالفين والمخالفات القوانين اللي كاينة في بلادنا. ورش مدونات الشغل خصو يتعاود يتفتح، جا الآن حنا هاد الورش ضروري خصو يتعاود يتفتح. الورش طبيعة تصنيف الحوادث الشغل داخل مدونات الشغل خصو يتعاود يتفتح أيضا. والحاجة المهمة والأساسية سيد الوزير، تنعتقد على أنه شبكة مفتشي الشغل اللي كاينة في وزارة الشغل
غير كافية نهائيا من أجل الوقوف على الاختلالات اللي تديرها المقاولات في القطاع الخاص، وخاصة قوية هذه الشبكة بخلق مناصب شغل جديدة في هذا الإطار. وباش نختم بغيت نقول واحد المسألة اللي هي أساسية بالنسبة لي، تنعتبر بأنه كل الأشياء التي اكتشفناها في قطاع الشغل في زمن كورونا هي عندها الامتدادات ديالها، جاية من امتدادات سابقة. إذا بغينا نقوي الحماية الاجتماعية في بلادنا، نقوي القطاع الخاص في بلادنا، نعاودوا نفتحوا ورش القانون. انتهى الوقت، شكرا لكم. أعطي الكلمة عن المعارضة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضلوا سيد النائب المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، ونحن في غمر تخليد الطبقة العاملة المغربية لذكرى فاتح ماي لهذه السنة في ظروف استثنائية بسبب جائحة كوفيد-19، حيث احتفلت بعيدها الأممي تحت الحجر الصحي، فإننا نسجل تأثر الطبقة العاملة من تداعيات هذه الجائحة وانعكاساتها السلبية على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، حيث فقد آلاف العاملات والعمال عملهم، وأصبح الآلاف منهم مهددون بفسخ عقود شغلهم. وإذ نذكركم في هذا الصدد بمعاناة العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الذين حرموا من الاستفادة من صندوق الدعم بسبب خصوصية مهنتهم، كما هو حال بالنسبة لمئات البحار على الصعيد الوطني وبالخصوص بإقليم الصويرة التي تعاني أصلا من البطالة. وبحكم الوضعية الاجتماعية الهشة للبحارة وخصوصية مهنة الصيد البحري، فإننا نطالبكم السيد الوزير بتكييف شروط استفادتهم من التعويضات بإدراج جميع البحارة الحاملين للدفتر البحري والبحارة غير المسجلين في سجلات مراكب الصيد البحري بنوعه، وكذا أراملهم حماية لحقوقهم إسوة بمهني باقي القطاعات الإنتاجية. وانطلاقا من هذا الواقع العمالي الذي فرضته الجائحة، فإننا في المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية نطالبكم أولا إلزامية عودة كل الأجراء العاملين في المقاولات التي توقفت بسبب الجائحة حفاظا على مكتسباتهم، ثانيا اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية داخل الوحدات الإنتاجية والإدارات حفاظا على صحة وسلامة المأجورين، ثالثا تبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل الذي كان لحزبنا شرف إخراجه إلى حيز الوجود، رابعا ضمان حق الممارسة النقابية ومحاربة التمييز في الحقوق المادية والمعنوية للعمال. السيد الوزير، إنها فرصتنا لبناء الدولة الاجتماعية، دولة ذات مقومات أكثر إنسانية وعدالة وواقعية، أساسها تعاقد اجتماعي جديد وحقوق الإنسان والتضامن الطبقي في أرقى ما يحمله من معاني التآخي والتآزر. وشكرا والسلام عليكم. شكرا سيدنا المحترم. شنو نقطة النظام؟ نعم السيد الرئيس، غير للتصحيح ورد خطأ في كتابة اسم سيد النائب عوض سعيد النميري سعيد إدبالي أمام الشاشة. نعم المجلس صحيح. شكرا. شكرا. تفضلوا سيد النائب المحترم. في إطار الدروس المستخلصة من الجائحة، نشيد بالمقاولات الوطنية التي تجندت في هذه الظروف الصعبة، وهو ما يستدعي دعمها. فإذا كان هاجس الاقتصاد الوطني هو إنقاذ المقاولة واستمرارها في الإنتاج الاقتصادي، فإن هاجسنا في التقدم الاشتراكية هو إنقاذ العاملات والعمال من ضياع بعد فقدان مصدر عيشهم، ذلك أن عددا من القطاعات تضررت بفعل فقدان مئات الآلاف من الأجراء لمناصب شغلهم. السيد الوزير، اليوم لابد من الوقوف على الواقع الطبقة الشغيلة ببلادنا وما تعانيه، وعن واقع الهشاشة الاجتماعية. لقد عرّت أرقام رسمية عن واقع مرير ومخيف يتمثل في الأعداد المهولة التي تمارس نشطاً في ظروف صعبة وعشوائية،
ولا تتمتع بأدنى تغطية اجتماعية أو صحية، فقد تدبر قوتها اليومي. فلا بد من العمل على إدماج القطاع الغير مهيكل في الدورة الاقتصادية، ولا بد كذلك من الأخذ بعين الاعتبار المعاناة التجار الصغار والصناع التقليديين وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات لتخفيف من تداعيات الجائحة، وكذا استحضار وضعية الاجتماعية والمادية الهشة للعاملات والعمال في القطاع الفلاحي. سيد الوزير، إن العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية أصبح تحدياً لبلادنا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل وعلى قدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، ولابد من تحسين ظروف عمل لها وتكوينها المستمر في المجال التقني والرقمي، ومحاربة كل أشكال التمييز بين النساء العاملات والرجال العمال. وندعو في حزبنا إلى الاعتماد على الاستثمار العمومي وعلى الطلب العمومي وعلى توجيه القطاع الصناعي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وكذا انخراط القطاع البنكي في دعم المقاولة وضمان تماسك السلم والاجتماعيين وانفتاح بلادنا على العالم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير، في ردك على جميع التساؤلات اللي جات في المناقشة من طرف جميع السادة المتدخلين عن أغلبية والمعارضة، تفضلوا مشكورين بعد تعقيم منصة. السلام عليكم. شكرا السيد الرئيس، السيد الرئيس، السيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء، عفوا السيدات والسادة النواب المحترمون. أنا في البداية لدي ملاحظة متعلقة ببعض الأرقام المطارة. لابد أولا من الإشارة إلى مصدر الأرقام حتى نكون علميين ونعطي معلومة دقيقة يمكن الاستناد إليها أولا. ثانيا، بعض الأرقام المعلنة تتعلق ببعض التقارير الأولية، مثلا الرقم ديال 1% ديال الازدياد عدد الفقراء ب 1%، هذا ورد في إحدى التقارير الأولية لإحدى منظمات الدولية في المغرب في ديال شهر مارس. وإلى حدوث تلك اللحظة لم يتم اتخاذ التدابير، وعلى الأقل لم يتم اتخاذ جزء كبير من التدابير المتخذة لمحاربة الهجس خلال هذه المرحلة. لم يتم تنزيل هذه التدابير حتى نشوفوا التفاعل ديال هذه التدابير ومدى مصداقية الأرقام المعلنة. كانت أرقام أولية لا يمكن أن تعطي صورة، وبالتالي أنا كنظن أنه يجب التعامل مع الأرقام المعلنة خلال هذه المرحلة بالحذر اللازم ومقارنتها، لأن واحد العدد ديال الأرقام بدات تصدر، يجب مقارنة الأرقام حتى نقربوا من الصورة شوية، لأن اليوم الكل متحرك، جميع الأرقام متحركة اليوم بما فيها بعض الأرقام التي سمعنا عن المقاولات المتوقفة، لأنه بالمناسبة المقاولات المتوقفة لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن المقاولات، عن أن المقاولات توقفت بشكل كلي، إلا اللي عنده الرغبة يسد المقاولة ديالو، هذا كلام آخر. ولكن الناس اليوم توقفوا بشكل مؤقت نتيجة أو يا إما نتيجة التدابير المتخذة من أجل مواجهة الجائحة، يا إما نتيجة تضررهم بالتفشي ديال 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 الجائحة. وهذا واحد العامل موضوعي كيخلي واحد المجموعة ديال المقاولات تتوقف تلقائيا، وبالتالي نتعاملوا بحذر. لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن مقاولات توقفت بشكل كلي، لا. وبالتالي حتى الإجراءات ديال الدعم والمواكبة الاجتماعية اللي تدار إلى نهاية شهر 6، باعتبار أن الأمد الذي يتصور أن تصل إليه هو شهر 6، وإلا فإن بعد شهر 6 إن شاء الله من المفروض أن ترجع المقاولات بشكل متدرج إلى عملها. والدليل على ذلك أن لجنة ديال القضاء الاقتصادية ابتداء من اللقاء المقبل بدأ الحديث، ليس فقط الحديث ولكن عمليا اليوم مجموعة من المقاولات يتم
فتحها بشكل متدرج بالكيفية التي لن تؤثر على الأولوية الكبيرة التي أو المنهجية الكبيرة التي اشتغلنا بها في هذه الأزمة منذ البداية، لأن المغرب خدا واحد المسار منذ البداية هو كالتالي: هو الحفاظ على المواطن المغربي أولاً وعلى سلامة المواطن المغربي أولاً، ثم بعد ذلك تأتي الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها يمكن أن نتعامل معها مع ظرفية مع 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 ظرفيتي مع الظرفية ديال 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 كل لحظة. وبالتالي اليوم سنسعى إلى إطلاق النشاط الاقتصادي بشكل متدرج بالكيفية التي لن تؤثر على الأولوية الأولى اللي كانت محددة منذ البداية، اللي هي الحفاظ على السلامة والصحة ديال 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 المواطنين المغاربة. بدأت اليوم مقاولات كبيرة تفتح الأبواب ديالها، صحيح اللي كيشغل في حالات النشاط العادية ديالو 4000 5000 اليوم بدأ ب 800 مثلا 800، وغيبدأ هذا الرقم يرتفع بالكيفية اللي ما غتأثرش على المنهجية اللي اشتغلنا بها في هذه الأزمة ككل، بحيث أننا غنوصلوا إلى اللحظة ديال نهاية الأزمة الصحية، غنوصلوا أيضا في نفس الوقت إلى اللحظة ديال إطلاق النشاط الاقتصادي الوطني ككل. أنا ذاك بعد التبعات والأثار الجانبية ديال 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 الأزمة يمكن أن تعالج في وقتها. أما الحديث منذ الآن عن معالجة جميع الآثار التي لما بعد الأزمة وغيرها، أنا كنظن أن هذا الأمر سابق لأوانه، لأنه إلى حدود اللحظة حتى على المستوى الدولي الفرضيات لا المتعلقة بالجانب المالي أو الاقتصادي غير مستقرة، وبالتالي لا يمكن أن تبني خطط عمل أو المنهجيات للتعامل مع أشياء غير محددة اليوم، غير محددة. ما عرفناش اليوم الأزمة فين غتوصل، الحدود ديالها فين غتوقف، العدد المتضررين يمكن اليوم نقول لكم عدد المقاولات المتوقفة اللي سد دابا، ولكن الأثر ديالها التوقف الكلي على هذه المقاولات ما بعد الجائحة ما يقدر حتى واحد يقوله. لأن صحيح اليوم التقارير اللي كيصدر البنك الدولي لا غيرها من المراصد على المستوى الدولي المتخصصة تعطي صورة سلبية لما بعد الأزمة. ما غنقول لكمش منظمة الأغذية والزراعة التقرير الذي تحدث فيه عن المجاعة في واحد العدد ديال الدول، ما غنقول لكمش نسبة النمو العالمي الذي تحدث عن البنك الدولي، أيضا منظمة العمل الدولية أصدرت هذه كلها تقارير أولية لتوقعات ما بعد الأزمة. هل تنطبق كلية وبنفس الكيفية وبنفس الأرقام على ما هو وطني؟ هذا أنا هم السابق أقول أنه من السابق لأوانه القول بهذه الأشياء منذ هذه اللحظة، لأن نحن ما زلنا وسط الأزمة. التدابير التي تتخذ إلى اليوم هو لمواكبة الشركات والمقاولات التي تشتغل إلى اليوم والتي لازالت تشتغل، والأجراء المتوقفون والذين يعيشون في وضعية صعبة نتيجة توقفهم المؤقت عن عملهم، هذا أساسي. واللجنة ديال اليقظة الاقتصادية تجتمع أسبوعيا اليوم، الاجتماعات ديالها ولات أسبوعية من أجل النظر في جميع المستجدات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية ومواكبة الاقتصاد الوطني بالكيفية إن شاء الله التي سنستطيع بها نتجاوز الأزمة بالشكل الذي لن يؤثر على كل حال بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ما يتعلق بفقدان الشغل. صندوق ديال فقدان الشغل هؤلاء اليوم المتوقفون ما مشاوش يستفدوا من صندوق الشغل. وإلا لاحظتوا القرار اللي خدينا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ديال المساهمة ديال 500 مليون درهم للمساهمة في صندوق كوفيد، هذا ديال تدبير جائحة كورونا، خدينا هذاك المبلغ من الصندوق ديال 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 التعويض عن فقدان الشغل من الميزانية ديالو، خداه المجلس الإداري. علاش؟ لأن اعتبرنا أن هؤلاء لو فقدوا عملهم بشكل كلي خلال هذه المرحلة كان غيتأدى لهم التعويض من هذاك الصندوق، والحال أن الدولة تدخلت من أجل وضع آلية أخرى مغايرة. شنو هي أن هذا الدعم الجزافي اليوم اللي كيتعطى للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما عندوش علاقة بالصندوق ديال فقدان الشغل، هذا حاجة أخرى يؤطرها قانون مستقل. لأن لو أن الأجراء استفدوا من هذاك الصندوق تكيف القانون للعلاقة هو أنها انتهت، لأن الذي يستفيد من هذا اللي كيستفيد من هذاك الصندوق هو من طرد من عمله تعسفيا. حنا ما بغيناش الأجراء يكونوا في هذيك الوضعية، داكشي على جال قانون 25 20 كيتحدث وكيرسم
وكيحدد بوضوح طبيعه العلاقه التي لا زالت تربط اليوم المشغلين بالوزراء ديالهم، وتيجي تيقول بشكل واضح وصريح على ان هذه العلاقه الشغليه التي لا زالت مستمره بالضروره وفقا للقانون خلال هذه المرحله تدخل من في ضمن الحاله الاستثنائيه الوارده في الماده 32 مدونه الشغل، اللي هو الحاله ديال التوقف المؤقت كالحاله ديال المرض والاضراب وغيرها. ايضا نفس الشيء بالنسبه لهذا، بمعنى ان الاجير سيظل يستفيد من جميع حقوقه، وتدخلت الدوله من اجل صرف هذا التعويض الجزافي حتى لا يتاثر المراكز القانونيه للاجراء في علاقتهم بمشغلهم. هذا كان اساسي وكان نقطه مفصليه متعلقه بال بال بال, بال بالقانون 25 بالنسبه لتاخير الاشتراكات ديال بعض المقاول. انا مشيت ذكرت الإجراءات والتدابير المتعلقة بالأجراء مباشرة، وإلا فالتدابير المتخذة الموجهة إلى المقاولات هي عديدة جدا وكثيرة من بينها بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأجيل، وانتم هذا الشيء شفتوه خلال القانون 25.00، تأجيل جميع الاستحقاقات ديال شركات المتواجدة في وضعية صعوبة بناء على طلبها. تتقدم بالطلب تتقول انا راه في هذه المرحله عندي وضعيه صعوبه، يتم تقديرها طبعا، يتم تاجيل جميع الاستحقاقات ديالهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اشتراكات وغيرها الى ما بعد الازمه. رحلنا جميعها الى ما بعد الازمه، وخدينا قرار في المجلس الاداري ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعفاء جميع الشركات اللي ما غتاديش وهي في هذه الوضعيه خلال هذه المرحله من الغرامات ومن الفوائد، اللي هي بالمناسبه في صندوق الضمان الاجتماعي ثقيله بمقتضى القانون، لان الامر المشرع منذ سنه 1972 اعتبر ان الامر يتعلق بواجبات اجتماعيه، لذا جعل الغرامات عليها ثقيله جدا في الشهر الاول 3% منذ الشهر الاول، ثم بعد ذلك خلال الاشهر الاخرى 1% بالنسبه لكل شهر ماشي سنويا، الفوائد في الشهر ماشي في السنه. لذلك أجلنا عفيناهم من كل هذه الغرامات والفوائد، وأجلنا أدائهم لأصول الديون إلى ما بعد الأزمة. وأيضا اتخذنا القرار في نفس في المجلس الإداري بأن الديون المستحقة لهذه الشركات خلال هذه المرحلة، سواء كانوا شركات أو كانوا مشغلين ذاتيين ماشي أشخاص معنويين، كل الديون المتعلقة بهذه المرحلة ستتم جدولتها حتى إلى رجعة المقاولة للنشر ديالها، ستتم جدولتها إلى حدود لحظة خدينا الأقصى هو 18 شهر. يمكن طبعا واحد كتسالو مبالغ كبيرة، ماشي واحد كتسالو مبالغ صغيرة، ستتم جدولتها في الحد الأقصى إلى حدود لحظة خدينا 18 شهر إن شاء الله. إحنا كنشتغلوا بالكيفية التي يمكن أن نواكب بها المقاولة، سواء أثناء الأزمة أو حتى إن شاء الله بعد الأزمة، إلى جاب الله المقاولة ديالنا في وضعية صعوبة لا يمكن إلا أن ندعمها ونساندها. بالنسبة للتصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحدث بعض النواب عن الاستحقاق، نسميه الاستحقاق ديال الاستفادة ديال الأجراء ديالهم من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات التي يصرفها. بالنسبة لشهر ثلاثة وقعت بعض الإشكالات، ماشي وقعت بعض الإشكالات، هذه الإشكالات انتهينا معها، لأن كنا خلينا بعض نقول لكم تقريبا ما يزيد على 12,000 مقاولة ما صرفناش لها الدعم منذ البداية، صرف الأجراء ديالها صرفنا شي 713,000 تقريبا ازيد من 700,000، وخلينا شي 12,000 مقاوله وما يزيد على 92,000 اجير اللي مشتغلين في هذه المقاولات، خليناها منذ ما صرفناش الدعم منذ البدايه، واعتبرنا ان هذيك الانشطه اللي كتمارسها واللي كتشتغل فيها هذيك المقاولات المفروض انها خصها تشتغل، واحد الانشطه متعدده على كل حال. قمنا ببحث، درنا بحث وتحري بطريقة علمية، لقينا أن نسبة كبيرة من هذيك أن واحد النسبة على كل حال من هذيك المقاولات تصريحات ديالها تصريحات مطابقة للواقع، وبالتالي القرار ديال صرف التعويضات لبعض المتبقون إن شاء الله القرار تخدع هو اليوم في وزارة المالية من أجل أنهم
ينفذوه يعطيوه ولا يدوزوا المبالغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يخلص من بعض الاجراء ممن تبقوا من شهر من شهر من شهر ثلاثة. والا بالنسبه للناس اللي ما كيستحقوا اللي نتوما هضرتوا على شي وحده منهم هادو ما استفدوش اصلا، ما عندنا حتى شي تدبير غناخذوه معاهم لان ما استفدوش، ما عطيناهمش يعني الاجراء ديالهم ما استفدوش، وخلينا يتحملوا مسؤوليتهم مع الاجراء ديالهم خلال شهر ثلاثة. بالنسبه للشهر 4 مشينا درنا معايير جزء هي التي تحددت عنها والمتعلقة بالمرسوم الذي صدر اللي حدد جميع الأنشطة الاقتصادية اللي غلقت بقرارات إدارية. هذه غلقات ما عندها تشييد في الإغلاق ديالها، هذه الأجراء ديالها بمجرد تصريح ديالها تستفدوا. ثم في مرتبة ثانية المقاولات أو الأرباب العمل الذين فقدوا نسبة من رقم المعاملات ديالهم في شهر 4 وفي شهر 5 وفي شهر 6 مقارنة مع نفس الأشهر بالنسبة للسنوات الماضية اللي فقدوا 50%. هؤلاء كيستافدوا مباشرة اللي فقدوا 50% على ألا يكونوا غيصرحوا أكثر من 500 أجير. إلا غيصرحوا أكثر من 500 أجير وخا ينقصوا ب 50% كاين لجنة ستنظر في هذا الملف، لأن 500 أجير يمكن أن ننظر جيدا في الوضعية ديال المقاولة، هل يمكن أن تستمر بشوية ديال الدعم تستمر باش تحمل الأجراء ديالها إلى غير ذلك، بناء على المعطيات المتوفرة للقطاعات الحكومية الوصية على كل نشاط اقتصادي. ثم أيضا مشينا درنا تدبير آخر ومعيار آخر اللي هو المقاولات، واعتبرنا على أن 50% يمكن أن تكون ظالمة في بعض الحالات، ونزلنا وقلنا بين 25% و 50% المقاولات اللي غتفقد بين 25 و 50% الملفات ديالها ستحسمها لجنة متكونة من قطاع الشغل، قطاع المالية والقطاع الوزاري الوصي على هذاك النشاط الاقتصادي، بالإضافة للسجوم هذو الاتحاد العام للمقاولات المغرب. هذه اللجنة الرباعية تجتمع يوميا تتجتمع ابتداء من جوج ديال العشية، تجتمعوا تيبتوا في واحد العدد ديال الملفات اللي كتحل عليهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل كتابة هذه اللجنة. كنذكر ما يزيد على 4000 مقاولة صرحت ديالها غتحل في شهر 4 على هذه اللجنة، وبالتالي المعايير واضحة. بالنسبة للقرارات الإدارية هذه عندها بزاف ديال الفوائد، القرارات الإدارية اللي كتاخذ القطاعات الوزارية، لأن عندما يمكن فاش غناخذوا في اللجنة ديال اليقظة الاقتصادية قرار بأن قطاع أو قطاع فرعي أو نشاط اقتصادي ينطلق غنحيدوه من الاستفادة، لا نملك آلية لإلزامه إلا هذه، يجب أن ينطلق، لأن هذا الانطلاق المتدرج للاقتصاد الوطني غتكون مدروسة بالكيفية اللي ما غتأثرش على 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 التحكم في الوضع الصحي، ولكن أيضا بشكل متدرج اللي غيوصلنا إلى أننا نطلقوا الاقتصاد الوطني ككل عند بداية الأزمة، عند نهاية الأزمة، لأن ما غنجيوش لنهاية الأزمة الصحية ونلقاو الاقتصاد الوطني يلا غنبداو نطلقوه بشكل متدرج، غنكونوا في وضعية صعوبة آنذاك. وبالتالي هاد الخطين المتوازيين يجب أن نكون واعيين بأنهم ضروريين للخروج من هاد الوضعية اللي احنا فيها. أما بالنسبة للتدابير المتخذة على مستوى المقاولة تكونوا على يقين أن هذا الأمر لا تساهل فيه. قلت لكم إلى حدود اللحظة تخذت على الأقل واحد العشرة ديال هذا التقرير ما قبل هذا الأسبوع، واحد العشرة ديال القرارات ديال الإغلاق المؤقت لبعض المؤسسات اللي ما كتحترمش شروط ديال الصحة والسلامة داخل 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 أماكن العمل. وبالتالي هذا الموضوع فيه صرامة كبيرة وكبيرة جدا، لأنه بغينا باش ننجحوا فعلا الإطلاق ديال الاقتصاد الوطني بشكل متدرج إلى نهاية شهر 6 إن شاء الله. نتمنى أننا نوصلوا أن النشاط الاقتصادي الوطني على الأقل إلى ما استرجعش 100% ديال النسبة ديال النشاط ديالو يكون قريب منها إن شاء الله بالكيفية اللي ما غتخليش الآثار الجانبية على المستوى الاجتماعي. بالنسبة للقطاع الغير مهيكل نرجع لواحد النقطة المتعلقة بالاستفادة ديال الأجرة. جميع الفئات ديال الأجر اللي ممكن تصوروها في بلاد بحال المغرب داخلة في الدعم، لأن الناس اللي خدامين في المغرب كاين جوج ديال الفئات، كاين الناس في لاسينسيس وكاين الناس براد لاسينسيس فقط، ما كاينش شي واحد اخر في شي بلاصه. هادو اللي في لاسينسيس عندهم تدابير ديالهم خاصه، اللي ما مسجلش في شهر جوج في لاسينسيس ولا كان مسجل وكان واقف الى اخره. بالنسبه لنا علاش درنا المرجع ديال شهر جوج؟ لان اعتبرنا ان المقاولات اللي مصرحه بالناس ديالها في شهر جوج هما اللي خدامين،
اللي ما مصرح به في الشرج يعني ما خدمش في الشرج، بمعنى ما تضررش مباشره من الجائحه ديال كورونا، كان متوقفا منذ مده او لا كاين اشكالات الى غير ذلك. وبالتالي الناس اللي ممكن تصوروا هما لا سينسيس، كاينين الاجراءات ديالهم، وكاينين الناس براد لا سينسيس. علاش تقسموا الراميد وبراد راميد؟ ما كاين حتى فرق في هذا الشيء، كاين فرق في القاعده ديال المعطيات اللي عندنا في راميد والسهوله ديال التعامل معها، ماشي بحال شي واحد المجموعه ديال المغاربه اللي في القطاع غير مهيكل، ما عندناش واحد لاباز دوني اللي ممكن نضبطوا بها العمليه. لذا مشينا في المرحله الاولى قلنا اننا غنستعنوا براميد لان عندنا واحد القاعده ديال المعطيات متعلقه بها بهذه الاسر المغربيه. ثم في مرحله اخرى اشتغلنا على اننا نتوجهوا للمغاربه المشتغلين المتضررين والمتوقفين مؤقتا نتيجه هذه الازمه واللي هما براد ديال راميد. هذاك التقسيم ديال راميد براد راميد راه فقط نتيجه هذيك القاعده ديال المعطيات اللي ساعدتنا اننا نتعاملوا مع هذا لان الوضع الزمن قياسي جدا. ما يمكنش تخيلوا تدبير ديال هذا الحجم ديال الملفات. الا كنهضروا اليوم على 4,300,000 اسره استفادت، راه الاضعاف ديالها ديال الطلبات هي اللي وارده وبعد التمحيص والتدقيق والنظر واعاده النظر الى غير ذلك تم حصر العدد في هذا العدد ديال 4,300,000. بالنسبه لورش مدونه الشغل هذا التزام حكومي، على كل حال ما غاديش ماشي شي حاجه جديده، هذا التزام حكومي ديال اتفاق 25 أبريل 2020. وبالمناسبه بدينا كنشتغلوا غنديروا يوم دراسي غنطلقوا به المشاورات في مدونه الشغل مع الشركاء ديالنا الاجتماعيين، لا النقابات ولا المنظمات ديال المشغلين. بدينا كنوضعوا تصور لهذا اليوم الدراسي بالتنسيق ان شاء الله مع محكمه النقد باش نطلقوا الحوار حول مدونه الشغل في هذاك اليوم الدراسي. لان محكمه النقد وان كنا نحن في النقابات وفي الوزاره وفي ارباب العمل كنطبقوا عمليا هذيك مدونه الشغل، ولكن فاش كنختلفوا راه كنمشيو للقضاء، بمعنى ان الراي ديال القضاء اساسي ومهم في التنزيل ديال مدونه الشغل. والاشكالات المرتبطه بمدونه الشغل لابد ان القضاء يكون حاضر فيها. هذاك الشيء علاش كنا غننطلقوا من هذاك اليوم الدراسي باش نحددوا المحاور اللي غتكون ونقطروا به النقاش ونحددوا المحاور اللي غنمشيو ناقشوها ونمشيو نحاولوا نلقاو تعديلات اللي ممكن تجود النص بطريقه توافقيه. طبعا كنا غنديروه ولكن نتيجه هذه الظروف ديال الازمه ان شاء الله جلها الى ما بعد هذه الجائحه ان شاء الله غنطلقوا هذا الورش. ثم بالنسبه لالزاميه عوده الاجراء الى عملهم بعد الازمه، انا قلت لكم السيدات والساده النواب ان نقطه من بين النقط الاساسيه والمهمه اللي جا بها القانون ديال 25/20 هو الجانب المتعلق بضبط العلاقه على المستوى القانوني بين المشغلين والاجراء في هذه المرحله. والحمد لله نجحنا فيه بشكل كلي، أننا وضحنا بما يكفي أن العلاقة بين المشغلين وبين الأجراء ديالهم خلال هذه المرحلة هي علاقة شغلية قائمة ولا زالت مستمرة، ولكن توقفت بشكل مؤقت. كما كتوقف إلا كان الأجير مريض وجاب شهادة طبية، أو كما كتوقف إلا كانت المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا داخل المقاولة علمت الإضراب، أو كما كتوقف في الحالات المحددة في المادة 32 من مدونة الشغل. وبالتالي كيستفد من جميع الامتيازات ديالو متعلقة بالأقدمية والتقاعد وغيرها، كيستفد منها خلال هذه المرحلة إن شاء الله مباشرة بعد انتهاء الأزمة. من المفروض أن الأجراء غيرجعوا إن شاء الله للعمل ديالهم بالكيفية التي سترفع عنهم المعاناة. أكيد من توقف عن عمله هناك معاناة حقيقية كيعانون منها الأجراء، وهذا الدعم الموجه إليهم ليس تعويضا لهم عن أجرهم أو غير ذلك، لا، ولكن فقط تخفيفا لمعاناتهم، لمعاناة ديال الأجراء ديالنا خلال هذه المرحلة، وأيضا مساعدتهم على الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات العمومية المتعلقة بالاجراءات ديال الاجراءات الاحترازيه وغيرها من حجر صحي وغيرها. وبالتالي ان شاء الله نتمنوا الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء في هذه البلاد في اقصر الاوقات ان شاء الله، اللي غيجعل التبعات ديالها على المستويات الاقتصاديه والاجتماعيه ان شاء الله تكون تكلفتها اقل بالكثير التي يمكننا ان نتحكم فيها بشكل جيد ان شاء الله تعالى. ولكن وكنختم مره اخرى انني كنقدم الشكر الجزيل
لجميع العمال ديالنا المشتغلين سواء في القطاع العام او القطاع الخاص لما يقدمونه من تضحيات جسيمه. اليوم الواجب المهني اصبح واجبا وطنيا في بعض الحالات، لان هذاك الاجير الذي يخرج الى عمله باش يحافظ لنا على المغاربه الاخرين في منازلهم. نتقدم بالشكر الجزيل لهم لما يقومون به جميع الفئات ديال العمال سواء في القطاع العام والخاص الذين لا زالوا يشتغلون. ونتمنى ان شاء الله ان نكون جميعا في مستوى وفي الموعد في الموعد ان شاء الله ديال تجاوز هذه الازمه والتابعات ديالها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا السيد الوزير، بهذا نكون قد استوفينا جدول امالنا. السادة والسيدات النواب السيد الوزير، لكن نطلب منكم أن نقف احتراما وإجلالا ونصفق لكل هؤلاء المتواجدين في الصفوف الأمامية كل باسمه وصفته ضد جائحة كورونا. شكرا لكم، رفعت الجلسة.